بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. كالمعتاد أخوكم صالح أحمد بارودي، خادمكم في الله والجزائر. تطرقنا لمواضيع مرت في العصر القديم، نحن نعيش دائما في القديم. اليوم وفي هذه الحصة سأتطرق إلى الفينيقيين. فالفينيقيون وهم كنعانيون، ولكن اسم فينيقيا قد يعني عطاه لهذه الساكنة على البحر الإغريق أو شعوب البحر. شوف جزيرة البلقان شعوب البحر، هم الذين أطلقوا الاسم على الكنعانيين الساكنين تاع البحر بالفينيقيين، نسبة إلى سمك فيه صباغة أرجوانية اللون كانت غالية وباهظة الثمن، وكان يتاجر فيها الفينيقيون، كان يتاجر بها الفينيقيون. فينيقيا وهي المنطقة الواقعة على الساحل الشامي، ساحل سوريا لبنان وفلسطين، بداية بأوغاريت، جبيل الأدهم، جبيل طرابلس في لبنان، ثم بيروت العاصمة، ومنها إلى صور وصيدون أو صيدا، ومنها إلى تل الربيع. تل الربيع وليس تل أفيف، تل الربيع، يافا، عسقلان، والجريحة المجاهدة الصابرة، مع بقية المدن الأخرى في المنطقة، غزة الحبيبة. إذن هذا الساحل الشامي عاشت فيه الدولة الفينيقية، وبالأخص في لبنان، لبنان الجريح الحبيب. قام الفينيقيون في حياتهم بممارسة التجارة، لأنهم أصولهم هم أصولهم من العرب العاربة، قحطانيون من اليمن، ولهجرات عبر التاريخ إلى الشمال، منطقة دومة الجندل، ومنها إلى بلاد الشام على البحر، وهم دائما يبحثون على الأماكن البحرية. فاليمن معروف بالأماكن البحرية اللي هو بحر قلزم أو البحر الأحمر وشط العرب، ومنه إلى المحيط الهندي، ومنهم من ارتحل إلى الخليج العربي في شماله، حاليا في البحرين والشواطئ السعودية وكذلك العراقية، ومنهم من ارتحلوا من القحطانيين إلى لبنان وأسسوا ما يسمى بالحضارة الفينيقية، وهي حضارة ترتكز على دولة المدينة أو المدينة الدولة. فكل مدينة دولة، صور دولة، صيدا دولة. صيدا دمرت فأخذت المشعل صور، ففي عهدها انتشرت التجارة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، فكانت الوجهة الأولى من لبنان إلى قبرص، وأسسوا مدينة كيتون، ومن قبرص قبرص المجاورة قبرص أسسوا مدينة كيتون، ومنها إلى رودس، ومن رودس إلى كريت، وكريت هي قريطش، لما ترجع للاسم العربي فهو اسم عربي، لأنه الحروف الأبجدية الأبجدية انتقلت من مدينة أوغاريت إلى أوروبا، إلى باقي أوروبا. فأين ظهر الخط الهجري أو الأبجدي؟ ظهر في مدينة أوغاريت على الشاطئ السوري، ويسمى بالخط الأوغاريتي، وفيه 22 حرف، ومنهم من يسميه الخط الفينيقي، 22 حرف ألف باء جيم دال، انتقل إلى الضفة الأخرى وأصبح عند الإغريق أ بي ألفا برافو دلتا أوميغا. يعني لما تحسب تشوف الخطوط الحروف هي نفس النطق، ألف باء جيم دال ألفا برافو دلتا، أو أ بي سي إي بي سي بالإنجليزية أو الفرنسية. فهي هذه الحروف من أصول عربية أوغاريتية أو فينيقية انتقلت إلى شبه جزيرة
البلقان. فبهذا الكنز الثمين ارتحل الفينيقيون في السفن السلمية التجارية للمتاجرة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحوض الشرقي ينتهي إلى غاية صقلية ومضيق مسين وجنوب إيطاليا، فهذا هو الحوض الشرقي. بداية من الألفية الأولى حوالي 1200 قبل الميلاد يرتحل وينتقل الفينيقيون إلى الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط هو الذي يمتد من رأس تونس صقلية ثم مضيق أو مضيق مسين إلى غاية السواحل الجزائرية وجزر الهند إسبانيا الشرقية والسواحل الإسبانية والبرتغالية في المحيط الأطلسي وكذا السواحل المراكشية. فهذا الحوض الحضاري الغربي هو الذي سيتطرق إلى الحديث فيه وفتح مجال كبير لأنه يهمنا. فبحضور الفينيقيين أسسوا عدة جيوب ومحطات تجارية سلمية، منها أولا محطة أوتيكا في الكتابات الغربية، لكن هي في الأصل عتيقة وتقع في شمال تونس قرب العاصمة تونس أو قرب مدينة قرطاج اللي هي قرطاجنة قرطحج، سأعود إليها. ثم من بعد عتيقة أوتيكا التي أسست في 1100 قبل الميلاد، ثم أسسوا محطة أخرى في الشمال الغربي لمملكة مراكش وسموها المحطة لكسوس، حاليا تسمى بالعرائش على وادي لصوص، العرائش على وادي لصوص. هذه النقطة ستكون نقطة خلفية لحنو القرطاجي فيما بعد. ثم أسسوا مدينة ثالثة، محطة ثالثة، وهي محطة قادس في الجنوب الغربي الإسباني على الوادي الكبير جنوب البرتغال الجنوب الغربي الإسباني. المدينة هي مزدهرة هذا الميناء حاليا، يدخل الأموال شتى الأموال لإسبانيا، وأسسه أجدادنا وأحبابنا الفينيقيون. أما المحطة الأخرى وقد بنيت في الجهة الشمالية في الضفة الجنوبية الأوروبية وهي مدينة مارسيليا وتسمت المرسى، والمرسى في اللغة العربية هو المرفا أو الميناء. هذه المحطات الثلاث أو الأربعة التي أسست ابتداء من 1200 قبل الميلاد تعتبر المرحلة الأولى للوجود الفينيقي في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. المرحلة الأولى تبدأ من الألفية الثانية، الألفية الأولى 1200 إلى غاية إنشاء وتأسيس مدينة قرطحج. قرطحج ألا وهي القلعة الحديثة وأصبحت قرطاجنة حاليا قرطاج، وهي معروفة بها المطار الدولي لمدينة تونس العزيزة الحبيبة على قلوبنا. فقرطاج أسست في 814 قبل الميلاد وأسست قبل روما، لأن روما أسست في سنة 773 قبل الميلاد. وسأنتقل هذه المرحلة الأولى الفينيقية، سأنتقل بعون الله في الحصة المقبلة إلى المرحلة الثانية من الوجود الفينيقي والتوسع الفينيقي في ربوع سواحلنا وبعض المدن الداخلية للجزائر. أستوزعكم، شكرا لكم لحسن إصغائكم كالمعتاد، لكم مني التحية والإكرام، أخوكم في الله يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وشعاري وشعاركم وشعار كل مؤمن يحب الوطن الله والجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مودتي
وسلامي. سلام.